مره مازح امي قلت لها ما تبغى تزوج ولدها، تقول تو صغير وانا كبير، 27 قد وطرقها، اسالك انا بالله باقي صغير؟ قالت لي امر ايش تبغي؟ قلت يمه ترى في خاطر مني في موضوع، وان كان لت ما قلت فالمين ينقال؟ انت الذي لك كل حسيسي يخضوع، انت الذي لاجلك صغيرات الرجلات، انت كما غيث ورا غيث مدفوع، نظرة عيونك روح عندي لا لا مال، انت الذي قربك سند كل مشروع، انت جميلك صعب يا يوها ينطال، يمه ابي بنت بها الوصف مجموع، والوصف ياتي بالطبايع والاشكال، ابغى الذي في قلبها ايمان مزروع، تخاف رب البيت في كل الاحوال، وابغى حسين الطبع وطبع ينوع، ابغى الذي تحسن بنقوات الاقوال، وابغى جميله تزول والدسم منزوع، وابغى الذي نسبت الزيت تختار، وابغى الذي تجعل لك العرش موضوع، تصفقين لي والله صفقوا لها صفقوا الخاطر هذا، وابغى الذي تجعل لك العرش موضوع في قلبها وتفعل معك طيب الافعال، وابغى الذي تضوي الخيات يشموع، لا من لفن يضرب من الفعل الامثال، واخوانها رجال لهم شورى، واخوانها رجال لهم شورى مسموع، اصغرهم اللي للصعيبات حلال، ولا ترى عرسي مثل حبه الكوع، بعيش عزاب مع البيض رحال، والوقت يدفع للخسارة خسارة، نور القمر يبحث خوافيك يا منيف، نور القمر يبحث خوافيك يا منيف، نور القمر يسحب تنهيد صدرك، نور القمر عداك في رجم مخيف، نور القمر خلى المخاليك حدرك، نور القمر ترفي تلفطل تكشيف، طالبك انا لا تغيب محان غدر، خلت مع عمك وعدي مشاريف لانك شبيه الحل لله دبرك، خلت مع عمك وعدي مشاريف لانك شبيه الخل لله دبرك، الزينه اللي صار لعناقها طيف كني اللي شفت الطيوف تبرك، الحال عقب قفايته حالي مخيف قفت وانا كفي من الكف يا فرق، سلامتكم.